أهلا بكم وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما دلالات استعراض ميليشيا تسمي نفسها رب الله؟ وما الرسالة التي تحملها؟ ومن يقف وراءها؟ أين هيبة الدولة ومن يحكم العراق فعليا في ظل التناوش بين الميليشيات؟ أين النظام الديمقراطي الذي تتحدث عنه حكومات المنطقة الخضراء؟ ومن مستفيد من فوضى السلاح المنفلت في العراق؟ القوات الأمنية التي تعتقل الناس بدون مذكرات قضائية هنا وهناك، لماذا لم تحرك ساكنا لردع هذا الاستعراض؟ تصريحات المتحدث باسم قيادة العمليات العسكرية المشتركة تحسين الخفاجي تشير إلى أن قيادة العمليات تفاجأت من حدوث هذا الاستعراض، ولكن السؤال كيف يخرج هذا العدد الكبير من المسلحين بسياراتهم ووسائل التواصل الاجتماعي تنشر وتعلم بوجودهم وقيادة العمليات لا تعلم؟ أين الجهات الأمنية؟ أين الاستخبارات، المخابرات، الجيش، الشرطة؟ نبدأ الحوار مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير، كونوا معنا. مئات المسلحين من ميليشيا تطلق على نفسها اسم رب الله، تنتشر في أحياء بغداد وتقطع الطرق الرئيسة وتحاصر المباني وتقرأ البيانات وتوجه التهديدات لمن تشاء، في مشهد يمرغ أنف هيبة وسيادة الدولة التي يتحدث عنها رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، ويعد بين فترة وأخرى بإنهاء المظاهر المسلحة وتحجيم الميليشيات الخارجة عن القانون، إلا أن تلك الميليشيات باختلاف مسمياتها تثبت في كل مرة أن سطوتها أعلى من الدولة. القوات الأمنية التي تعتقل الأبرياء هنا وهناك لم تحرك ساكنا لردع هذا الاستعراض المهين لها والذي جرى أمام أنظارها، ولم تعمل على منعه وفقا لوكالة فرانس برس، بل إن الكاظمي قال بأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي نقلوا صورا مبالغا فيها بشأن استعراض ميليشيا رب الله، وأن الأمر أخذ أكبر من حجمه على حد تعبيره في محاولة منه لحفظ ماء الوجه. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي قالت إن الاستعراض المسلح الذي نفذته ما تعرف بميليشيا رب الله في بغداد يظهر بشكل واضح حقيقة العملية السياسية في العراق التي أسسها الاحتلال من هذه الميليشيات بعد أن استخدمها في تنفيذ مشاريعه التدميرية ضد العراق وشعبه. وأضافت اللجنة أن الاستعراض لم يكن الأول من نوعه للميليشيات الموالية لإيران، كما كشف للعالم أكذوبة الديمقراطية وحقيقة العملية السياسية الحالية. اليد الطولة في العراق ما بعد الغزو الأمريكي والهيمنة الإيرانية التي أعقبت باتت للميليشيات الموالية لطهران، بحسب قسم حقوق الإنسان التابع لهيئة علماء المسلمين في العراق الذي وثق أكثر من 50 انتهاكا اشتمل على الاغتيال والقتل والاختطاف والتغييب القسري للفترة منذ الأول من شباط الماضي وحتى 21 من الشهر الجاري فقط. اعتراف الكاظمي بأن العملية السياسية تعاني من الصراعات على السلطة أكثر من الصراع على بناء الدولة، ويشير بشكل واضح إلى السير نحو الهاوية في ظل تلك المعطيات التي تقود بالعراق وشعبه إلى مستقبل مجهول. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو الأستاذ حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. أهلا بك أستاذ حاتم. وأرحب بالأستاذ مازن التميمي، الكاتب والباحث السياسي العراقي، ينضم معنا عبر الهاتف من لندن. أستاذ مازن التميمي مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك أستاذ مازن. أبدأ معك أستاذ حاتم الفلاحي، ما دلالات استعراض ميليشيا تسمي نفسها رب الله؟ تقطع الشوارع، تحاصر المباني، توجه التهديدات لمن تشاء وهي بهذه الكثرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك الكريم. طبعا في البداية دعني أقول بأنه ما يجري في العراق الآن هو حقيقة وواقع الدولة العراقية بعد عام 2003، يعني خروج الميليشيات واستعراضها بهذه الكيفية وبهذا السلاح وبسيارات الدولة وبدون علم القيادة العامة للقوات المسلحة وبدون علم القائد العام للقوات المسلحة. إذن نحن أمام فوضى عارمة، فوضى أمنية تضرب مفاصل الدولة العراقية، علما بأنه هو ليس المفصل الوحيد، وإنما نأتي إلى الفشل الصحي، انهيار اقتصادي،
وخلافات سياسية، بحيث الموازنة نحن الآن في الشهر الرابع تقريبا على مشارف، ولم تمرر لحد هذه اللحظة. إذن نحن أمام إشكال حقيقي في هذا النظام السياسي الذي جاء به الاحتلال إلى العراق. أما من ناحية الدلالات، أنا أعتقد بأن هذا الاستعراض يحمل رسائل متعددة. نعم. رسائل إلى الحكومة برئاسة الكاظمي، ورسالة إلى العرب، ورسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما الرسالة الداخلية التي تحملها استعراض الميليشيات إلى حكومة الكاظمي، بأنها هذه الميليشيات لا تحترم هذا النظام السياسي ولا تحترم هيبة الحكومة العراقية الموجودة حاليا، وبالتالي تم التجاوز على هذه الأجهزة، وتم التجاوز على الحكومة، وتم التجاوز على هيبة الدولة. يعني عندما يتكلم الكاظمي ويقول نحن نريد حصر السلاح بيد الدولة، الآن الدولة أنا أعتقد بأنها قد حصرت في المنطقة الخضراء من قبل هذا السلاح المنفلت الذي يتكلم عنه الكاظمي. وبالتالي نحن أمام إشكال حقيقي في مسألة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون في العراق. هناك تحدي للقانون، هناك تحدي لهذه الدولة، وبالتالي هناك الكثير من الملفات التي تقاطعت هذه الحكومة مع هذه الميليشيات فيها، من ضمنها مثلا يعني فرق الموت التي تم إلقاء القبض عليها في البصرة، والتي وصل عددها إلى 5 فرق لحد هذه اللحظة، وهذه الفرق تنتمي إلى ميليشيات هي ضمن مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة، وتنتمي إلى هيئة الحشد الشعبي. هذا أولا. المسألة الثانية، الدراجة النارية التي كانت تحمل المتفجرات في بغداد، والتي ثبت انتساب هذا المنتسب إلى إحدى ميليشيات الحشد الشعبي أيضا. أضف إلى هذا بأنه هناك تسريبات تقول بأن هناك ملفات للفساد تم ضبطها من قبل وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، وأنه سيتخذ إجراءات، هذه الإجراءات تمس شخصيات تنتمي إلى هذه الميليشيات. إذن نحن أمام صراع داخلي. أضف إلى هذا بأنه نقل 300 منتسب من جهاز المخابرات العراقي إلى المنافذ الحدودية ينتمون إلى ميليشيات الحشد الشعبي، يبين هيكلية الدولة العراقية بعد عام 2003، وكيف سيطرت هذه الميليشيات وتغولت في مفاصل الدولة الحيوية، وبالتالي لا أحد يريد المساس بهذه الأمور. أضف إلى هذا بأنه الملف الاقتصادي وتعويم الدولار الذي يتكلمون عنه، هذا الإجراء اتخذته الحكومة قبل أشهر، لماذا لم تعترض عليه الميليشيات عندما تم تنويره في بداية الأمر؟ لماذا سكتوا عليه طوال الفترة الماضية والآن جاءوا ليتكلمون عن الفقراء؟ هم يحاولون كسب الرأي الشعبي العام وكسب تعاطف الناس معهم، فلذلك يرفعون مثل هذه الشعارات، ولكن في حقيقة الأمر هي أجندة تنفذ من قبل هذه الميليشيات. الرسالة الأخرى إلى العرب الذين كانت هناك قمة ما بين الرئيس المصري والرئيس الأردني في العراق. طيب، إذا كان الكاظمي أهل بيته لا يحترمونه، على ماذا يأتون العرب لكي يجلسون مع الكاظمي؟ حكومة لا تحترم من قبل ميليشيات، وتستعرض بدون علم القائد العام للقوات المسلحة، يعني لا توجد هناك هيبة للدولة. يعني عندما يضعون صورة الكاظمي ويضعون الأقدام على وجه الكاظمي، أي احترام لهذه الحكومة؟ وعلى ماذا يجلسون معه العرب؟ هذا الرجل لا يملك من أمره شيء. يعني الرسالة الأخرى بأن هناك حوار استراتيجي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين هذه الميليشيات. طيب، الميليشيات الآن تتصرف وكأنما هي التي تحكم العراق الآن، والدليل على هذا عندما صمت الكاظمي صمت القبور ولم يتخذ أي إجراء، لا هو ولا الأجهزة الأمنية الموجودة في بغداد. إذن هي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأنه الحوار لا يجدي مع حكومة الكاظمي، الحوار يجب أن يكون معنا. والدليل على هذا بأن الهدنة التي تم توقيعها لم تتدخل فيها الحكومة، وإنما كانت بوساطة ممثلة الأمم المتحدة في العراق بلاخرست. وبالتالي هناك إشكال حقيقي في مسألة إدارة الدولة، هناك سلاح منفلت، لا توجد هيبة للدولة، حكومة ضعيفة وعاجزة وغير قادرة. يعني عندما طبعا هذه الأمور يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الكاظمي، لأن الكاظمي هو المسؤول الأول، هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو الذي يعطي الأوامر لمواجهة مثل هذا الانفلات الأمني الموجود في العراق، وبالتالي هو يتحمل المسؤولية الكاملة، أو إنه بوصف آخر هو متواطئ بشكل كبير جدا على مجريات الأمور في 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 بغداد، وخاصة في مسألة الاستعراض الذي جرى أمام مرأة ومسمع من الأجهزة الأمنية ومن الأجهزة القضائية ومن البرلمان. ونرى بأن الجميع يصمت لأنهم يخشون المواجهة التي يمكن أن تترتب إذا ما أحد تكلم على هذه الميليشيات. نعم. أستاذ مازن التميمي، الرسالة التي تحملها
هذه التي تسمي نفسها ميليشيا ربع الله من خلال محاصرتها للمباني وانتشارها في الشوارع على هذا النحو؟ يعني هل هي فعلا رسالة إلى حكومة الكاظمي التي طالما تتحدث عن أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة، وإذا بها تكتشف أنها حوصرت مع سلاحها بيد الميليشيات، أي أن العكس هو الذي حصل؟ أيضا رسالة إلى العرب في أثناء القمة الأردنية المصرية العراقية وما يرتجى من بعدها، وأيضا رسالة إلى الولايات المتحدة. ترى أن تداعيات هذا الأمر، ما هي النقطة التي تريد الميليشيات أن تصل إليها من خلال هذا الاستعراض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بداية أنا أحب أن أضيف على ما تفضل به ضيفك الكريم. الحقيقة هو ذكر بشكل واضح وصريح مع يعني تفضل به، لكن أضيف نقطة أنه ذكر هو أنه يعني هذه الميليشيات استعرضت في بغداد بدون علم الأجهزة والدولة. لا، أنا أختلف في هذه النقطة. استعرضت بعلم الدولة والأجهزة الأمنية، لأن كل المراحل التاريخية ما بعد الاحتلال اللي تم بها استعراض للميليشيات بالسلاح المدجج، كانت الحكومة والأجهزة توفر الغطاء لها، لأن معظم أجهزة الأجهزة الأمنية وحتى في الجيش هناك كثير من المنتسبين لهذه الأجهزة هم بالأصل ميليشيات، وخصوصا نتذكر موضوع قرار دمج الميليشيات بالجيش العراقي. فبالتالي نعم، ربما الحكومة والأجهزة الأمنية وتصريح مركز عمليات بغداد تفاجأت لخسل ماء الوجه، لأن ماذا عساها أن تقول ميليشيا خرجت مدججة بالسلاح ومو فريق كرة قدم ونزل للساحة وفاجأهم. هذه أسلحة متطورة وسيارات، عشرات السيارات إذا مو مئات السيارات، وفي مناطق منتشرة في كل بغداد. كيف تفاجأت القوات الأمنية والأجهزة ما تتفاجأ؟ تصريحات للمتحدث باسم قيادة العمليات العسكرية المشتركة تحسين الخفاجي يشير إلى أن قيادة العمليات تفاجأت من هذا الانتشار ولم تعلم إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هذا شر البليتي ما يضحك. لا، هذا الكلام مو صحيح. يعرفون جيدا، هم يعرفون من أين خرجت هذه السيارات ومن أين خرجت هذه الميليشيات، ويعرفون أيضا أين هي مستودعات الأسلحة. فبالتالي ما عسى أن يقول، هل معقولة تقول الدولة وأجهزتها كنا نعلم ونعرف بالتوقيتات وبالخروج؟ أكيد تقول تفاجأنا. وشر البلية ما يضحك أنه تفاجأوا من مواقع التواصل الاجتماعي. كيف إذا ماكو دولة بالعراق؟ هو فعلا ماكو دولة، هذا الحقيقة يعني التصريح معيب ولا ما عندي تعليق عليه، لأنه أنا أشعر أنه الدولة تعرف جيدا الميليشيات وحجم الميليشيات. وبعدين أخي الفاضل، نحن نعرف كلتنا جميع حكومات الاحتلال المتعاقبة كانت تعرف وتسير وفق منهج هو إعطاء السلطة الحقيقية للميليشيات. والميليشيات بالعراق حتى نكون يعني نكون واضحين، هي السلطة الفعلية والأقوى على الأرض، وما تقوم به لم يجرأ أحد مهما كان عنوان الرسمي بمحاسبتها أو حتى مساءلتها، لأن كل الحكومات المتعاقبة هي مظلة لهم وهي التي توفر لهم الدعم. وبالتالي إذا هذه العملية الأخيرة والاستعراض الأخير ليس هو الأول أو الأخير، سبق وأن استعرضت عصائب أهل الحق وسرايا السلام وحزب الله وكلهم بالأسلحة وأحيانا باستعراضات عسكرية وكأنها شبه رسمية، ويحضر هذه الاستعراضات في جزء كبير من رموز العملية السياسية. فبالتالي أنا أعتقد كان هذا العمل هو احتلال إلى بغداد. الجانب الآخر، الرسالة الأخرى اللي وضيفك تحدث وكان مشكور على توضيح الرسائل التي كانت تستهدف منها هذا الاستعراض، الرسالة إلى الحكومة، رسالة إلى العرب، رسالة إلى أمريكا. أنا أضيف رسالة أخرى، هي رسالة إلى إيران، أن تقول هذه الميليشيات لقد نفذنا ما أمرتم به، ونحن رهن الإشارة ووصلنا الرسالة بأننا جزء لا يتجزأ من ولاية الفقيه ومن إيران، وعلى الحكومة وعلى العالم أن يتعامل مع هذه الحقيقة. الرسالة الحقيقية هي إلى إيران للتعبير عن ولاء هذه الميليشيات
وخضوعها المطلق إلى سلطة إيران. ولذلك كانت هذه الرسالة أيضا ضمن الرسائل التي كانت للعرب، أرادوا أن يقولوا للعرب وخصوصا للمؤتمر المرتقب بين الرؤساء المصري والأردني، أرادوا أن يقولوا لهم إذا أردتم أن تزوروا العراق أو تريدوا أن تتفقوا اجلسوا معنا، لأن نحن القوة ونحن أصحاب القرار ونحن أصحاب السلطة الحقيقية. والحكومة أضعف حلقة بالعملية بالمشهد السياسي، وتعودنا على الكاظمي، هو الرجل رجل الوعود بامتياز. ولذلك أنا أعتقد أنه هذا الاستعراض، أو أنا أسميه هذا الاختلال، كان رسالة واضحة إلى أمريكا. نعم. ورسالة وهي عملية ضغط، يعني أرادوا أن يشعرون الأمريكان بأنه ترى إحنا القوى المسلحة على الأرض نستطيع أن نفعل ونستطيع أن نتصدى إذا ما تتفاوضون. طيب. مع إيران وفي شروط إيران. أبقى معي أستاذ مازن. نعم أستاذ مازن، أبقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. يعني استمعت إلى ما تحدث به أستاذ مازن التميمي بشأن هذا الاستعراض. الكاظمي قال بأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالغوا بنقل هذه الصورة وهذا الانتشار لميليشيا ربع الله. ألا ترى أن ما يقوله الأستاذ مازن التميمي في هذه النقطة فيه جانب كبير من الصحة، على اعتبار أنه يعني من غير المعقول أن قوات أمنية تقف موقف المتفرج أمام الميليشيات التي تعيث في الأرض هكذا؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه إنما جرى من استعراض هو ليس رسالة إلى إيران بقدر ما هو رسالة إيرانية إلى حكومة الكاظمي وإلى العرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو جزء من الصراع الأمريكي الإيراني الذي يجري بأدوات عراقية في الداخل العراقي. أنا أعتقد بأنه مجيء الكاظمي إلى السلطة كان متعمدا. أولا هذا الرجل هو ضعيف جدا، لا ينتسب إلى كتلة سياسية وليس هناك كتلة سياسية داعمة له، وبالتالي هو ضعيف جدا، وبالتالي المجيء به إلى السلطة لغرض فرض الشروط والإملاءات عليه. والدليل على هذا بأنه عندما كان الزرفي مرشحا لرئاسة الحكومة تم رفضه من قبل هذه الميليشيات، ولكن عندما تقدم الكاظمي تم الموافقة عليه. ومن يراقب يعني حقيقة زيارة الكاظمي إلى إيران وكيف تعامل عندما دخل على الخامنئي، وكيف قال بأن هذه التوجيهات ستكون لنا منهج عمل، يعني إذن هي رسائل واضحة بأن هذا الرجل جاء بعد أن وافقت عليه إيران ووافقت عليه هذه الميليشيات. هذه الاتفاقات عندما يتم الاختلاف عليها تتحول إلى صراع على السلطة، وما يجري الآن من تقديم تنازلات للكرد من قبل الكاظمي، ومن صراعات على الموازنة، وصراعات على إدارة الملفات بما فيها جهاز المخابرات، بما فيها المنافذ الحدودية، هو جزء من الصراع الذي تحول من التفاهم إلى والاتفاق إلى الصراع نتيجة التقاطع الذي حصل ما بين الأجندة، ما بين هذه الحكومة وما بين هذه الميليشيات. إذن نحن نتكلم بصورة عامة إنه ما يجري في العراق حقيقة هو جزء من الصراع على السلطة وعلى المنافع وعلى المصالح الاقتصادية ما بين هذه الميليشيات وما بين الحكومة. أستاذ مازن، بنعود إليك. سيطرة الميليشيات على القرار في الدولة، دائما رئيس الحكومة ما يتحدث ويخرج ويقول بأنه يجب تحجيم نفوذ الميليشيات، وأيضا هو جاء بوعود منها تسليم قتلة المتظاهرين من الميليشيات إلى العدالة، ولكن كل هذه الوعود لم يفي بها، بالإضافة إلى ذلك هذا الموقف الضعيف من قبله وتهديد الميليشيات له بين الفترة والأخرى بقطع حتى أذنيه. ترى يعني ما تداعيات هذا الاستعراض على المشهد العراقي؟ هل هناك ستكون أيضا مظاهر لنفوذ الميليشيات في المستقبل خلال على المدى المنظور في بعد هذه التطورات في ما يخص موضوع اتجاه العراق نحو العرب والقمة المصرية الأردنية وكذلك الحوار الاستراتيجي مع الحكومة في العراق؟ هل سنشهد الكثير من الضغط والكثير من التطورات من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد أنه المالكي مثل ما ذكرت في بداية حديثي هو يجيد فن الوعود والكلام، لكن على مستوى الفعل فهو بعيد كل البعد أن يفي بأي التزام أو بأي كلمة ينطقها، لأنه هو أضعف من أن يشل حركة الميليشيات أو أن يسحب السلاح
ويكون بيد الدولة، ولكنه مثله مثل الذي سبقوا على سدة الرئاسة الوزراء يعلنون باستمرار أنه سلطة الدولة وسيادة الدولة والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة، ولكن على مستوى الأرض القوة الحقيقية هي الميليشيات، ومن يملك الأرض هو يملك القرار، وبالتالي المالكي سبق بهذا التصريح، والعبادي وعادل عبد المهدي، كل هؤلاء رؤساء الوزراء اللي تعاقبوا يؤكدون على السلاح أن يكون بيد الدولة، لكن أي منهم استطاع أن يسحب السلاح ويضعه بيد الدولة أو أن يحاسب بنش. راح أضرب لك مثل أنا قريب ليس بعيد، أليس قبل أشهر عندما أحد الميليشيات في الأنبار لديها نقاط معينة على امتداد بغداد حتى الأنبار، وعندما حاولت فرقة العسكرية أن ترفع لوحات تابعة لهذه الميليشيا، ماذا قال هذا أحد قادات الميليشيا اللي هو بالصف الثالث أو يعني مو من القيادات الرئيسية، قال بلغ الآمر مالك والقائد مالك إذا يمد إيده هو أو جنوده على أي لوحة من اللوحات نقطع إيده، وسجلت تسجيل صوتي وما ظلت إذاعة أو ما ظلت قناة ما نشرت هذا التسجيل الصوتي. فإذا أين هو المالكي من هذا الموقف عندما يعلن أحد الميليشيات يقطع يد قائد فرقة ويدعي هو قائد العام قوات المسلحة ويحمي منتسبيه؟ فإذا المالكي حاله حال غيره، هم جزء من هذه المنظومة السياسية الفاسدة الخاضعة بالمطلق للأجنبي وتحديدا إلى إيران، ومثل ما تحدث ضيفك كيف كان الكاظمي دليلا أمام خامئني. وبالتالي لذلك أنا أعتقد أنه العراق لا يمكن أن نسمي هناك حكومة أو دولة، نستطيع أن نشبه أو نوصف الحالة على أنها حكومات ميليشياوية. وثق أخي كل هؤلاء الذين بالعملية السياسية الذي يحاولون أن يختلفوا، رموز العملية السياسية أنهم يختلفون فيما بينهم، الاختلاف هو فقط على المغانم والمكاسب، لكنهم جميعهم بنفس المركب يحرصون ويستقتلون لحماية هذه العملية السياسية الفاسدة البائسة، لأنهم جزء من هذه العملية، وبالتالي هذا الخلاف وهذا الاختلاف هو فقط على المغانم والمكاسب والأدوار وحصة الأسد لمن والحصة الأضعف لمن. هذه هي حقيقة الواقع السياسي في العراق، ليس الآن وليس وإنما منذ الاحتلال. ولذلك الآن هذه الميليشيات أصبحت أذرع إيران الحقيقية في العراق، ولذلك هي سلطتها تستمدها من إيران، وإيران هي من يوجه هذه الميليشيات بدون استثناء. كل جميع الميليشيات هي تخضع بالمطلق إلى سلطة إيران، ربما هذه الميليشيا تخضع 100%، الميليشيا الأخرى 90%، بس جميعهم تحت عباءة ولاية الفقيه، وجميعهم يوجهون من قبل إيران وتحت سيطرة إيران، وإيران تريد من خلالهم أن توصل رسائلها. إيران في لبنان لديها ذراع، وفي اليمن لديها ذراع، وفي العراق لديها ذراع، وفي سوريا لديها ذراع، ولذلك إنه هذه الميليشيات ستبقى هي القوة الحقيقية والأقوى على الأرض، والحكومات التي تتعاقب تجب تأتي من خلال قطار الميليشيات ومن خلال توافق الميليشيات. الميليشيات التي لا تقبل على رئيس الوزراء لا يمكن أن يصل إلى سدة الحكم، لأنه الزعامات السياسية هم زعامات ميليشياوية، بدليل كم عضو نائب بالبرلمان هو من الميليشيات، كم وزير بالدولة اللي يسموها هم دولة هو من الميليشيات أو من زعامة الميليشيات. فبالتالي الحقيقة الذي ينبغي أن يعرفها العالم أنه من يحكم العراق هي إيران من خلال ميليشياتها، ولا توجد هذه الحكومات صورية وديكور إذا المالكي وإذا العبادي وإذا الكاظمي. ولذلك على النظام العربي الرسمي للأسف الشديد أنه يتعامل مع حكومة يعرف جيدا هي حكومة مسلوبة الإرادة الوطنية وقرارها بيد إيران، الأفضل لهم أن يذهبون إلى طهران ويتفاوضون مع إيران على موضوع العراق، أنه تسمحون لنا نتبادل اقتصاديا وياهم، وشقد مساحة التبادل الاقتصادي اللي تسمحون لنا به حتى نتعامل وياها. هذا هو حقيقة المشهد، إيران من يحكم العراق، والعراق أصبح مستعمرة إيرانية، والنظام العربي الرسمي بكل ما يقوم به هو يدعم حكومة الاحتلال في بغداد، وهذا عليه أن يعيدون حساباتهم، أنه يعرفون أنه حكومة بغداد هي حكومة إيرانية، حكومة ظل إيرانية، وهذه الحقيقة تعرفها دول الخليج ويعرفها العرب ويعرفها العالم بما فيهم أمريكا. الميليشيات أين نمت وأين تمددت وأين كبرت؟ متحظل للاحتلال الأمريكي، وأمريكا كانت قادرة على أن تقدم هذا الدور،
لكنه أمريكا مستفادة من هذه من تبادل الأدوار ومن تقاسم النفوذ. ولذلك نعم سيبقى الوضع بالعراق مأساوي، وستبقى هذه الميليشيات تعبث وتقتل وتنهب وتدمر. أنت تدري سيد الفاضل هذه الميليشيات لديها سلاح ومال قد يتقدم على حتى على الدولة، لأن لو تجمع الميليشيات بالعراق أكثر من 100 ميليشيا، كل ميليشيا مسيطرة على حقل النفط، وكل ميليشيا مسيطرة على وزارة، وكل ميليشيا مسيطرة على مزارع، فإذا كل إيرادات الدولة أكثرها 90% 80% الحقيقة لهذه الميليشيات. حتى الحشد هو جزء من هذه الميليشيات، من هو الرافد الأساسي للميليشيات؟ أليس الحشد والعكس صحيح؟ فبالتالي نعم الوضع في العراق هو وضع مأساوي، ويتحمل المسؤولية أمريكا بالدرجة الأساس، لأن هي من سلمت العراق إلى إيران، وبالتالي أيضا النظام العربي الرسمي تباعا، لأنه يدعم حكومة خاضعة بالمطلق إلى إيران ولا يتعامل مع القوة الوطنية الحقيقية التي رافضة لهذه العملية السياسية، والتي أثبتت من خلال الثورة تشرين ومن خلال الانتفاضة الشعبية التي انتفض العراق على فكرة أبيه، وقدم قرابين من الشهداء على النظام العربي الرسمي يتعامل مع هذه الشريحة مع هذه القوة مع هذه التيارات إذا كان يريد أو يفكر على أن يكون العراق واحد استقرار وأمان وقاعدة إيجابية لدول الجوار، وليس قاعدة إرهاب وتهديد لدول الجوار. هذه هي حقيقة المشهد. أما أن تدعم حكومة الاحتلال فهذا هو تقوي الاحتلال وتقوي نفوذ إيران، لأنه هذه الحكومات لا خارج حساباتها الشعب العراقي وخارج اهتمامها العراقي. نعم. كل ما يهمهم استرضاء إيران. نعم. وأن تقبل عليهم إيران، والبعض منهم أن يسترضي أمريكا وأن تقبل عليه أمريكا. نعم. هذا هو حقيقة. أما الشعب العراقي لا، هؤلاء لا يمكن أن يفكروا في يوم ما بمصلحة الشعب العراقي، بل بقدر ما يفكرون بمصلحتهم واسترضاء إيران وأمريكا. نعم أستاذ مازن. أستاذ حاتم الفلاحي بالعودة إليك، يعني وكالة فرانس بريس تحدثت عن أن هذه أو هذا الاستعراض حصل أمام أنظار القوات الأمنية ولم تحرك ساكنا. هذه القوات الأمنية التي تعتقل من تشاء من الناس أبرياء وغيرهم بدون مذكرات اعتقال هنا وهناك في أي منطقة، وقوات مكافحة الإرهاب والكثير من المسميات التي لديها، مع ذلك لم تحرك ساكنا، في حين تصول وتجول هذه الميليشيات وتقطع الشوارع وتحاصر المباني. ألا ترى في هذا الأمر أن يعني انتشار الميليشيات كشف جانبا كبيرا من أكذوبة الديمقراطية التي جاءت بها الحكومات منذ عام 2003 وحتى الآن؟ نعم في البداية أود أشير إلى أنه الكاظمي هو حاول أن يخفف مما جرى في بغداد من عملية استعراض لهذه القوات، ولكن السؤال يعني الذي يخفف من هذا التضخيم الإعلامي. نعم تقصد؟ التضخيم الإعلامي. نعم. الذي جرى بأن الأمر يعني مسألة طبيعية أنه يجري الاستعراض في بغداد، يعني كما قال وزير الدفاع عندما يقول بأنه السيادة صاروخ صاروخين لا تؤثر على السيادة العراقية. هذه هي دولة الكاظم. يعني الكاظم عندما يتكلم بهذا الأسلوب، إذا كانت هذه الميليشيات ضمن القيادة العامة للقوات المسلحة وضمن هيئة الحشد الشعبي الذي تبرأ وقال بأن هذه الميليشيات التي استعرضت هي لا تنتمي إلى الحشد الشعبي، طيب كيف دخلت هذه القوات إلى بغداد؟ وكيف سمحت لها الأجهزة الأمنية؟ وما هي الإجراءات التي ترتبت من قبل القائد العام لمواجهة هذه الميليشيات؟ نحن نتكلم حقيقة عن إشكال حقيقي، وهناك كذب من قبل السلطات الموجودة في العراق على حقيقة ما يجري في العراق، لأنهم غير قادرين على مواجهة الحقيقة التي تقول بأن هذه الميليشيات هي التي تتحكم في المشهد العراقي. طيب كيف ستقبل هذه الميليشيات إذا ما تم خسارتها في الانتخابات القادمة؟ كيف ستجري انتخابات مبكرة؟ وأنا أشكك بشكل كبير جدا بأنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة في الفترة المقبلة ما لم تصب في مصلحة هذه الميليشيات. كيف ستقبل هذه الميليشيات بخسارة الانتخابات مثلا في الفترة المقبلة؟ وكيف ستكون هناك انتخابات نزيهة وهذا السلاح يجوب العاصمة بغداد؟ يعني لا نتكلم عن محافظة عراقية الآن، ولا نتكلم عن منطقة بعيدة، نتكلم عن العاصمة بغداد التي تستباح من قبل هذه الميليشيات التابعة لإيران في وضح النهار وتستعرض في وضح النهار. قبل مدة استعرض أيضا الصدر أيضا بميليشيات، ثم يقول تم الاستعراض بالاتفاق مع الدولة. طيب إذا كان متفق مع الدولة الصدر، لماذا لا يسلم سلاح الميليشيات الموجودة لديه إلى الدولة ويكون جزء من الدولة؟ لماذا ينفلت هذا السلاح ويعتبر بإمرة مرجعيات دينية؟
طيب كيف تكون حال الدولة إذا كانت عبارة عن دول، دولة يقودها تقودها ميليشيا حزب الله، ودولة يقودها الصدر، ودولة تقودها ربع الله وما من هذه التسميات الكثيرة يعني، وهناك دولة للميليشيات التي تقوم بالخطف والاعتقال والاغتيال تنفذ في بغداد وتنفذ في المناطق الجنوبية على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية. نحن أنا أمام فوضى أمنية عارمة تضرب مفاصل الدولة العراقية. هل نحن أمام الآن يعني في أثناء هذا التناوش بين الميليشيات المختلفة الولائية، هل هناك من وجهة نظرك سيكون ربما تطورات تنعكس على الواقع العراقي وعلى المشهد العراقي من أحداث فوضى أيضا متفاقمة بعد شبيهة بهذا الاستعراض الذي حصل؟ نعم أكيد. يعني تصور أنت الولايات المتحدة الأمريكية، السفير الأمريكي في خضم هذه الأزمة وفي خضم الاستعراض يخرج ليحدد أولويات الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، فيحددها في 4 نقاط رئيسية. أولا مساعدة الحكومة على ملف الفساد، وأنا أريد أعرف ما هو الجهة التي قدمها الكاظمي بفسادها إلى القضاء لحد هذه اللحظة. حتى الشخصيات التي تم اعتقالها تم الاتفاق معها على دفع نص المبالغ المتهمة بها وتم إطلاق سراحهم. مواجهة تنظيم الدولة، وهي واضحة بأنها مواجهة تنظيم الدولة، ومواجهة فيروس كورونا أيضا، هذا من ضمن الأولويات للحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة. 4 نقاط رئيسية تم استثناء الميليشيات من 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 الأجندة الأمريكية، علما بأنه الأرتال اللوجستية الأمريكية اليوم تضرب 3 أرتال في الديوانية وفي مناطق أخرى من العراق. نحن أمام تواطؤ كبير جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي سلحت وقدمت الدعم المالي لهذه الميليشيات وجعلتها تصل إلى ما وصلت إليه الآن عندما سيطرت على الدولة بهذا الأسلوب الذي ينم على أنه هناك اتفاقات ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية على إطلاق يد الميليشيات في العراق وفي اليمن وفي مناطق. أستاذ حاتم، من وجهة نظرك الولايات المتحدة كيف تنظر إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي؟ يعني عندما يعترف الكاظمي بأن العملية السياسية هي يعني تعاني من الصراعات على السلطة أكثر مما تعاني من الصراع على بناء الدولة، طبعا مثل ما هو واضح أن الولايات المتحدة هي راعية العملية السياسية في العراق، وليس هناك من شخصية تخرج من هذه العملية السياسية إلا بموافقتها. يعني كيف تنظر أمريكا إلى شخصية الكاظمي، إلى موقف الكاظمي من هذه الميليشيات، وهي يعني تتحدث عن موضوع الحوار الاستراتيجي مع الحكومة في بغداد؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه الحقيقة التي يجب أن يعني يتفق عليها الكثير من الشخصيات التي تتابع الملف العراقي بشكل دقيق، بأنه الكاظمي وغير الكاظمي ينتظرون ما ستسفر عليه التفاهمات الأمريكية الإيرانية فيما يخص الملف النووي الإيراني أو الصواريخ البالستية أو النضاع النفوذ المزعزع لإيران في المنطقة. إذن نحن نقول بأنه الكاظمي موجود في العراق ولكنه غير مؤثر، أن ما يدير الوضع العراقي الآن تديره هذه الميليشيات وتديره إيران. الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تريد أن تقوم باتخاذ إجراءات تصعيدية مع إيران، كونها تسعى إلى إحداث خرق في مسألة ملف الاتفاق النووي الإيراني، ويمكن الجلوس مرة ثانية مع إيران، ويمكن أن يكون هناك اتفاق كبير جدا يشمل هذه الملفات. لذلك حتى الرد الأمريكي على قصف قاعدة عين الأسد أو قاعدة أربيل لم يجري في العراق، وإنما جرى الرد على الميليشيات في سوريا. تناحروا في سوريا وتناحروا في العراق وتناحروا في ليبيا، ونرى بأن السيطرة الآن السيطرة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية. عندما تتكلم يكون الحوار ما بين هذين الدولتين على حساب مصالح سواء الشعب العربي أو مصالح الشعب العراقي في جميع الملفات التي نتكلم عليها. إذن نحن حقيقة أمام إشكال حقيقي. أولا تعاون، هناك تعامل مزدوج بالنسبة لأمريكا في هذه الملفات. القاعدة تخصف في اليمن، ولكن هذه الميليشيات التي تضرب السفارة الأمريكية وتضرب القواعد الأمريكية لا يتم اتخاذ الإجراء الحقيقي من قبل الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا بأن هناك اتفاقات كبيرة جدا بينها وبين إيران تشمل هذه الملفات، سواء كانت في السابق عندما كانت إدارة أوباما أو الآن عندما جاءت إدارة بايدن والتي تسعى لإجراء هذا الاتفاق مع إيران. طيب أستاذ حاتم، بالعودة إليك أستاذ مازن التميمي. أستاذ مازن، الكثير ممن يرى بأن الميليشيات الولائية
والتي حتى من ما تم تشكيلها بعد عام 2014 بفتوى الجهاد الكفائي كانت في البداية أنها يعني فقط مخصصة لهدف معين، ولكن نرى أن هذه الميليشيات تستخدم إيرانيا بحسب ما يرى الكثير من المحللين والمراقبين، حتى المحللين العسكريين يرون بأن هذه الميليشيات ليست فقط موجودة في العراق وإنما في سوريا، وهذا الضغط الذي تريد توليده إيران أو توليده إيران تريد أن تستحصل على مكاسب بشأن ملفها النووي، مثلما تفضل أيضا أستاذ حاتم. الأمر في العراق الميليشيات وانتشارها بمسميات مختلفة، الفوضى وانتشار السلاح المنفلت، هو إلى أي مدى تراه هو بدراية أمريكية وفي إطار الاتفاق المرتقب والذي لم ينتهي ما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي؟ أخي العزيز، حتى أجاوب على سؤالك أيضا أجي أعلق إذا ممكن على ما تفضلت به من حول موضوع الديمقراطية، بس قبل لا أتطرق على موضوع الديمقراطية راح أتحدث على هذه الميليشيات الولائية. أولا، هذه الميليشيات عندما أسست بحجة الجهاد الكفائي وبفتوى من المرجعية، الحقيقة هي كانت هذا الهدف منها هو استنساخ الحرس الثوري الإيراني، أن يكون حرس ثوري في العراق. وفعلا تحت هذه المظلة وتحت هذه الحجة أسس الحشد وأسست هذه الفصائل لمواجهة مرحلة معينة، ولكنها بالحقيقة هو الهدف منها أن تكون هذه الفصائل الولائية أن تكون حرس ثوري ثابت ودائم ويدعم بشكل قوي من المرجعيات الدينية ومن إيران ومن حتى الدولة. فبالتالي هو أسس لغرض أن يكون القوة الضاربة في بإيران، وعلى الحكومة العراقية أن تقبل هذا الواقع لأنها إرادة إيرانية ورغبة إيرانية وقرار إيراني وبتوافق بين المرجعيات الدينية سواء في قم أو في النجف. هذه هي الحقيقة، ولذلك لاحظنا أن هذه الميليشيات كانت منفلتة من في كل ممارساتها، قد ما تدخل إلى بيت وتذبح عائلة وسيارات أرقامها مكشوفة، وتطلع الدولة تقول ما نعرف هي هاي سيارات مجهولة وما نعرف من قام بها، والدولة ستحقق والدولة ألقت القبر. إذن هي عملية خارج إرادة وقوة الدولة، لأن الدولة هي تقاد من قبل الميليشيات. هذا جانب. الجانب اللي تفضل به ضيفك وكان شرحه واسع وواضح جدا حول موضوع الديمقراطية وما عندما يتغنون بالديمقراطية، احنا دعنا أن نتحدث بشكل صريح، كيف يكون تكون هناك ديمقراطية تحت ظل وجود ميليشيات مسلحة بسلاح يفوق سلاح الدولة؟ فأين هي؟ أعطيني دولة بالعالم والدول الديمقراطية دولة وفيها ميليشيات مسلحة لديها سلطة ومال، وحتى بعض الميليشيات لديها سجون والحشد لديهم محكمة خاصة، يعني الجريمة اللي يرتكبها أحد أفراد الحشد مو من حق الدولة والقضاء العراقي يعني حاسبة، هناك محكمة خاصة بالحشد هي اللي تفصل بهذه القضايا. فإذا أعطيني هذه أي ديمقراطية؟ أي ديمقراطية تحت نظام محاصصة تتقدم فيه الهوية الطائفية على الهوية الوطنية، هل قد شيعة هل قد سنة هل قد أكراد؟ فكيف إذن أين هي الديمقراطية؟ هاي الديمقراطية اللي تغنون بها واللي استوردناها من الولايات المتحدة وجابتها للعراق وفصلتها على هذا التفصال؟ أي ديمقراطية والفساد ينخر الدولة من عموديا وفق من أكبر رئيس بالدولة إلى أصغر عنوان بالدولة؟ فأين هي الديمقراطية؟ أي ديمقراطية والسفير الإيراني هو من يعطي الأوامر ومن يلتقي بمؤسسات الدولة وبوزارات وببرلمان؟ أي ديمقراطية؟ وين البرلمان؟ أي ديمقراطية وعندما يختلفون يقولون قالت المرجعية، وإذا قالت المرجعية علينا أن ننفذ؟ طيب لو مرجعية لو ديمقراطية، أي ديمقراطية هاي اللي يتحدثون عنها؟ أي ديمقراطية والقضاء معروف ومشهود كل العالم أنه قضاء مسيس قضاء فاسد، البريء يعتقل والمجرم طليق؟ فإذا وين هالديمقراطية؟ هذه الديمقراطية مجرد دغدغة عواطف للمجتمع الدولي أنه العراق ببرلمان وبحرية. طيب إذا كانت هناك حرية الرأي وديمقراطية، من قتل هؤلاء الصحفيين والإعلاميين؟ من قتل هؤلاء الأصوات المعارضة التي خرجت
سلمية في ساحة التحرير وتم تصفيتها والبعض خطف والبعض اعتقل. إذا هاي الديمقراطية الأمريكية والديمقراطية الإيرانية اللي يريدوها لا هاي الشعب العراقي ما يريدها، الشعب العراقي بريء من هذه الديمقراطية. يعني بالتالي مسألة الديمقراطية خلي تركوها. الحكم بالعراق حكم ميليشياوي، الحكومات المتعاقبة سلطة الميليشيات هي الأقوى، الحكومات في العراق تخضع إلى إيران وهناك تخادم أمريكي إيراني. انطيني رئيس وزراء عراقي يجي عن طريق الديمقراطية. واضح. كل رؤساء الوزراء اجوا بتوافق أمريكي إيراني. شكرا لك أستاذ مازن التميمي. إذن سلطة الميليشيات هي الأقوى ولا توجد ديمقراطية في العراق. الميليشيات تتحدث أستاذ حاتم دائما سواء الحشد أو غيره أننا حررنا المناطق في العراق، ولكن هل ترى أي مؤشرات للتحرير يمكن أن يطلق عليه أنه تحرير مدن مدمرة، نازحون بالملايين، مهجرين، جرف الصخر لا يسمح لأهلها بالعودة إلى هذه المناطق، الواقع الاقتصادي المزري، الظروف المعيشية القاسية التي يمر بها النازحون في العراق نتيجة هذه المعارك الطاحنة الداخلية، هل فعلا كلامهم يعني كلام هذه الميليشيات عن التحرير واقعي؟ نعم، الحقائق تقول بأنه هذه الميليشيات لولا تدخل التحالف الدولي وطيران التحالف الدولي ولن تستطيع أن تحرر ولا قرية واحدة من المناطق السنية التي سيطر عليها تنظيم الدولة. ورأينا في تكريت كيف وقفت هذه الميليشيات تراوح لأكثر من شهر على أبواب مدينة تكريت، ولولا تدخل التحالف الدولي وبدء القصف لما استطاعت أن تدخل، وهذا ينعكس على جميع المدن الأخرى سواء كان في الموصل أو سواء كان في آمرلي أو سواء كان في مناطق أخرى في صلاح الدين. أضف إلى هذا بأن المناطق التي دخلتها الميليشيات التي يقولون تم تحريرها، الكثير من هذه المناطق الآن تسيطر عليها الميليشيات ولم تخرج منها لحد هذه اللحظة. يعني كان يسيطر عليها تنظيم الدولة، كان يسمح للأهالي بالجلوس. الآن من يسيطر على هذه المناطق يسيطر عليها الحشد الشعبي، وهم يقومون بقتل أهالي هذه المناطق إما لتهجيرهم وإجراء تغيير ديموغرافي أو منعهم أصلاً من الرجوع إلى هذه المناطق، وخاصة في جرف الصخر وفي عزيز بلد وفي يثرب وفي مناطق كثيرة في صلاح الدين وفي ديالة وفي مناطق سهل نينوى في سنجار وفي تلعفر وفي مناطق أخرى. تعال إلى هذه المناطق التي تم استعادتها لنرى حجم التخريب والتدمير الذي جرى في هذه المناطق، يعني بحيث دمرت هذه المناطق وأصبحت أثر بعد عين. تم تدمير البنى التحتية بشكل شبه كامل بعد 4 سنوات الموصل، ولا زالت الجثث الآن تستخرج من تحت الأنقاض، جثث المدنيين الذين منعهم تنظيم الدولة من الخروج، واستخدمت القوات الحكومية القصف التدميري لهذه المناطق وتم تدميرها. هذه القضية ما تم تحريركم، الآن من يسيطر على المناطق ويسوم هذه المناطق سوء العذاب هي هذه الميليشيات التي تسيطر على هذه المناطق من بعد عام 2014. والسؤال للقائد العام، لماذا لا يتم سحب هذه الميليشيات ودفع القوات النظامية للسيطرة على هذه المناطق؟ لماذا تصرون على بقاء هذه المناطق في مناطق السنة والسيطرة عليها بهذا الأسلوب بفتح مكاتب اقتصادية وما إلى ذلك من كثير من الأمور؟ أما مسألة الديمقراطية والرأي الآخر، هذه القتل الذي يجري لمظاهرات تشرين، أكثر من 1000 شهيد لحد هذه اللحظة، 32,000 جريح، من قتل هؤلاء؟ ألم يقتلهم سلاح هذه الميليشيات لأنهم خرجوا عليهم على النفوذ الإيراني؟ لا يوجد في العراق، هناك الرأي وقتل الآخر وليس الرأي والرأي الآخر. الآن أي صوت يعلى، حتى الآن يوجد تهكير لحساب تويتر بالنسبة لقناة الرافدين، لأنه الصوت العالي وصوت الحق الذي يصدح بالحق، ولكن هذا الصوت بالنسبة يؤرق هؤلاء، وبالتالي يحاولون بشتى السبل إسكات هذه الأصوات ومنعها من أن تقول الحق وأن تقول حقيقة ما يجري في العراق من سيطرة لهذه الميليشيات. هم يحاولون بشتى، نحن في الخارج طيب، فما بالك في الداخل، من يرفع صوته في الداخل؟ لا توجد ديمقراطية، توجد ديمقراطية القتل والمسدسات الكاتمة، توجد هناك في العراق تواطؤ من قبل السلطة القضائية على هؤلاء، وإلا تعال ما يجري في مناطق أهل السنة في 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 الفرحاتية وفي الزلاية وفي مناطق كثيرة، جرائم أمام الأجهزة الأمنية ومن يقوم بها تقوم بها هذه الميليشيات. نعم. من الذي تم تقديمه للمحاكمة؟ لا يوجد أحد. نعم. شكرا لك ضيفي الكريم حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام،
والشكر لك أيضا أستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وفي أمان الله.